الرحمن الرحيم. هذه هي شجرة العصار وفصيلة البشام وفصيلة القفل، شرحناها قبل كذا في مقطع سابق. هذه الشجرة ذكرنا الفروق لها ساق أصفر يختلف عن الشجرتين الثانية، ما بالنسبة للأصول فلا هناك اختلاف بينها، إلا أن هذه غصونها هشة تكسر، والبشامة غصونها لينة يستاكبها، هذه ما حد يستاكبها. فائدتها أنها ترعاها الإبل وترعاها الغنم، وخشبها غير حر تعتبر دعم. الفائدة الوحيدة فيها صمغها، يجي فيها صمغ صغير أصفر يجي في آخر أيام الخريف ودخول أيام الوسم، يطلع على الشاك في أماكن ويجمع صمغ مثل صمغ الكداد، وهذا أعظم حلة عند العارفين أو الأوقات يوم ما كان فيه الطب كان متأخر عندهم، يتعالجون من الأشجار، يتعالجون بعلاجات ثانية من الطبيعة. الله الله، هذه الشجرة وهي من الأشجار، قلنا من الأشجار النادرة، وتطلع في الأرض خاصة الجبال الجرانيتية اللي نسميها الهضم، في جبال الهضم، وتطلع في القهر أحيانا ولكنها كميات قليلة. وسلامتك. لها ثمر، لها ثمر صغار مصورة بعد شوي. ثمرها ثمر البشام وثمر القفل لا يختلف عن بعضها، كلها متساوية، شكلها صغير وهي من الحبوب الفاصولية صغيرة. وسلامة الحاضرين والمشاهدين. تسلم.